السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان من صحيحه تحت باب النهي عن الحلف بغير الله، قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، حدثنا ابن وهب عن يونس حاء، وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه، وسالم بن عبد الله بن عمر أبو عبد الله بن عمر، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هذا النهي عن الحلف بالآباء حتى لا يفضي الحلف بهم إلى تعظيمهم، ومن ثم قد يتجه بعضهم إلى دعائهم من دون الله وإلى تعظيمهم كتعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني متذكرا ذاكرا لها أو ناقلا لها عن غيري، أي لم أنقلها حتى عن غيري، أقول إن فلانا قال كذا وكذا. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي أبو شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدث عن جدي حدثنا وقيل بن خالد ها، وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها، ولم يقل ذاكرا ولا آثرا. نعم، في بعض الروايات أن النبي سمع عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس، يعني في رواية عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي عمر وهو يحلف بأبيه، فهذا من مسند ابن عمر ليس من مسند عمر. قال أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. قال: باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. قال: حدثني أبو الطاهر وحدثنا ابن وهب عن يونس حاء، وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات، اسم صنم، اللات اسم صنم اشتقوا من لفظ جلال الله وكانت تعبده ثقيف، من حلف فقال من حلف فقال في حلفه باللات فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك، فليتصدق. في رواية: فليتصدق بشيء. قال أبو الحسين مسلم، مسلم بن الحجاج: هذا الحرف يعني قوله تعالى: أقامرك فليتصدق، لا يرويه أحد غير الزهري،
قال وللزهري نحو من 90 حديثا يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد. الزهري له 90 حديث فرد بها. طبعا الذين يتكلمون في الزهري سيسقطون هذه الحديث 90 كالشيعة. قال لا يشارك فيها أحد بأسانيد جياد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي الطواغيت يعني كل ما عبد من دون الله ولا بآبائكم. إذا نستفيد مما سبق أن الزهري هو الذي روى رواية من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، لم يروها أحد من الرواة غيره. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.